أنت محقة روب، أحب شعور برياح تلامس فروي. شخصياً يا بارتلبي، أحب شعور برياح تلامس وجهي. لقد حان وقت سقوطنا الحلقي الحر الرائع. فلنفعل هذا. كيميولو. بالطبع، مدينة قوس قزح تبدو أجمل بكثير اليوم يا كيميولو. سيكون هذا رائعاً إن تمكن الجميع في مدينة قوس قزح من رؤية المنظر من هنا. حسناً، هذا يذكرني أنا أعمل على مفاجأة مميزة من أجل كل من في مملكة قوس قزح. أعددت مقرمشات السمك المنفوخة الضخمة. شكراً ترو، إن تناولت المقرمشات لوحدي سأكسر رقم القياسي العالمي. عندها لن يبقى ما يكفي للبلدة. أعتقد أنك لم تفكري بذلك ملياً. في الواقع أنا أعد شيئاً أفضل بكثير من ذلك. إنه هناك. ما هو؟ إنه قارب العائم الخيالي الرائع. لقد فهمت، إنه قارب يطفو. أجل، عالياً في السماء. أنا أصنعه ليتمكن الجميع من رؤية مملكة قوس قزح كما نراها. كما نراها عندما نطير معك. علي فقط إنهاء بعض التعديلات النهائية. أساعدك؟ لا بأس، سأتولى الأمر. رائع، لدي شيء أنهيه أيضاً. مرحباً يا مقرمشات السمك المنفوخة، إنها شهية. لا بأس، سأتولى الأمر. لا بأس، سأتولى الأمر. هذا يهتم بأمر ذلك. هنالك أكثر من 100 طريقة لتناول المقرمشات. نجحت. إذن ما رأيكما؟ بإمكاني تجربة 200 طريقة، لكن لم لا سأجرب 200 طريقة. سأعود حالاً. حسناً، لكن لا تغب طويلاً. نحن جاهزون للإقلاع. مرحباً ترو. أهلاً ميلا. أهلاً روكي. أهذا قريبك العائم؟ أيمكننا ركوبه؟ أيمكننا؟ بالتأكيد، ستكونان أول راكبين. إذن كيف يعوم هذا القارب؟ الأمر سهل. أولاً، علي تدوير الموازن الأيسر، ثم الموازن الأيمن، ثم علي فقط رفع الرافع من أجل رفعكما نحو الأعلى. وهذا عندما أضع مكعبي حسلاما كي لا يطير القارب العائم. حسناً إذن، والآن لننطلق في جولة. هيا روكي، تحضرا للارتفاع. الموازن الأيسر، انطلق. هذا قاساً جداً. لا بأس كيميلو، سأتولى الأمر بنفسي. سأحتاج إلى مفتاح التدوير. القليل من الضغط بعد. حسناً، ها نحن ذا. هذا جيد. الآن ننتقل إلى الموازن الأيمن. انطلق. بارتلبي، وصلت في الوقت المناسب. راقبني، سأحرر الكابح الآن. رائع، قريبك العائم يعوم حقاً ترو. أجل، كما خططت تماماً. لم أرى قارباً عائماً كهذا من قبل. قاربك أكثر علواً من القوارب الأخرى. شكراً بارتلبي. انظري إليه ينطلق. هذا أعلى بقليل مما توقعت.
أجل ويستمر بالارتفاع أعلى وأعلى 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 وأعلى. نسيت مكبح الأمان. إنه يطير بعيدا. بارتلبي أسرع، قف على رأسي. التقط الحبل. أمسكته أمسكته. ما عكس كلمتي أمسكته؟ لم أمسك. هذه أفضل رحلة على الإطلاق. أضفت زر نزول يا ترو، أليس كذلك؟ في الحقيقة لا يا بارتلبي، لم أفعل. إذن كيف سنعود بميلا وروكي إلى الأسفل؟ نحتاج أن تطير كيميلو إلى هناك وتحضرهما. كيميلو، أو كيميلو، أو كيميلو. هذا غريب، إنها تظهر عندما تناديها. من الأفضل أن نذهب ونبحث عنها. كيميلو، معذرة منك، هل رأيت كيميلو؟ أجل، غيمة بيضاء منتفخة بهذا الحجم تقريبا. غيمة بيضاء منتفخة بهذا الحجم، يوجد شيء بين الشجيرات يطابق هذا الوصف. هذه الغيمة ربما تكون هي. شكرا للمساعدة، تعال بارتلبي. كيميلو، لماذا تختبئين؟ ترو، هذا مدهش، القارب العائم مدهش جدا، نستمتع بوقتنا كثيرا. مرحبا، يستمتعان بوقتهما كثيرا في الأعلى. ما زال علينا إنزال القارب العائم، في حال ساء أمر ما. ميلا وروكي في مشكلة، وعلينا الطيران إلى القارب العائم. هل طرنا إلى هناك يا كيميلو؟ هل صغر حجمها أم نحن كبرنا؟ هناك شيء مختلف. ربما لا يمكنك الطيران بنا إلى هناك. كيميلو، انتظري، لا تذهبي. عجبا، إنها تصغر حقا. وهي تمطر، لم أرها تفعل هذا من قبل. ولا حتى أنا، لكن لحسن حظك لديك هذه الجزمة الصفراء. هذا أمر خطير بارتلبي، نحتاج المساعدة إلى شجرة الأمان. كيف سنذهب إلى هناك بدون كيميلو؟ لن يعجبك هذا بارتلبي، سيكون علينا استخدام أقدامنا. ترو، هذا مضحك، أنت مضحكة. مهلا، أنت جادة؟ هل أنت جاهز؟ عند الإشارة تحضر وانطلق. مهلا، انتظريني. كان علينا ركوب الحافلة. لا أعتقد أنها تذهب إلى شجرة الأمان. فلنتحدث مع الملك بهذا الشأن. ها هي أخيرا. علينا أن نشق طريقنا نحو الأعلى. يجب أن يكون سهلا. نجحنا. ليس بعد بارتلبي. مهلا، لقد وصلنا. تقريبا. مؤكد يجب أن تكون هذه القمة. ما زال أمامنا القليل بعد. نجحنا بارتلبي، أنا فخورة بنا. شكرا يا ترو. زي، نحتاج مساعدة الأماني. ترو، بارتلبي، ماذا حدث؟ طار قارب العائم بعيدا، وميلا وروكي على متنه، وكيميلو بدأت تمطر وتتقلص. ثم هربت كيميلو بعيدا، لكننا وجدناها. لم نتمكن من ركوبها، ومن ثم انقلبت ومشينا إلى هنا، وبالكاد أستطيع التنفس. فكرة رائعة. حسنا، فلنجلس ونفكر. حسنا ترو، كيف تساعدك شجرة الأمان؟ أولاً علينا إعادة ميلا وروكي بأمان إلى الأرض. إنهما عالقان فوق القارب. لكن المشكلة أنني لا أستطيع إنزاله من دون كيميلو. ماذا حصل لكيميلو؟ إن كيميلو تقلصت كثيراً. أصبحت صغيرة. وقد هربت بعيداً، لذا نحتاج لإيجاد كيميلو وإنزال ميلا وروكي وقارب العائم نحو بر الأمان. شجرة الأمان سمعتك ترو، حان الوقت للحصول على أمنياتك. أنا جاهزة. يا
شجرة الأمان، يا شجرة الأمان، شاركيني أمانيك الرائعة. شاركيني يا شجرة الأمنية، شاركيني بأمنيات جدا صغيرة. شاركيني رجاء يا شجرة الأمنية، بالقوة السحرية معا نصنع المعجزة. بالقوة السحرية معا نصنع المعجزة. انتظري حتى نرى ماذا تقول الموسوعة. أولاً لدينا فلوتو. فلوتو! رائع! إنها أمنية فقاعية تطوف بك إلى الارتفاع الذي تريدين. ممتاز! نريد الارتفاع إلى حيث هو القارب العائم. فلوتو! هذا زومي، أمنية تلسكوب. زومي! يمكن أن يساعدك على رؤية الأشياء الصغيرة، مثل كيميلو الصغيرة والمتقلصة. أهلا بك زومي، أرى بوضوح أنك ستساعدنا كثيرا. زوم زوم زومي. كنت بانتظار هذه الأمنية. هذا هو سكواشي، من أكثر الأمان ندرة. سكواشي صغير جدا، قد نحتاج إلى زومي لنراه. سكواشي! سكواشي لطيف للغاية. هل قوة أمنيتك أن تكون محبوباً؟ أجل، لطيف وصغير ولكنه قوي، لا تنخدع بحجمه. سكواشي أمنية قوية للغاية. من خلال عملية تطبيق الأمنية يمتص سكواشي الكثير من الماء ثم يعصره من خلال بشرته المسامية. وبمعنى آخر يستطيع سكواشي الطرطشة. أجل، تماماً، تذكري فقط أن تصرخي سكواشي أعصر. جميع أمنياتك ستكون مفيدة، لا أطيق انتظار ما ستفعلونه. زوز زب زاب، الأمان في حقيبتي. حظا موفقا. شكرا زي. هيا بارتلبي، فلنذهب ونجد كيميلو. شكرا يا شجرة الأمان. ميلا وروكي، مرحبا ميلا، روكي، نحن قادمان لإنزالكما. لا تقلقي حاليا، نحن نستمتع كثيرا بوقتنا، والمنظر هنا مذهل. لا يمكنني أن أرى شيئا. مهلا، لقد اختفيا. إنهما عالقان في الغيمة، يجب أن نصعد إلى هناك قبل أن يسوء الأمر. حان الوقت لأمنية الأولى. زيب زاب زو، أحتاروكي. استيقظ فلوتو، تحققي يا أمنية. فلوتو، نحتاج إلى الصعود إلى القارب العائم. ارتفع بنا نحو الأعلى. الغيوم تشبه بعضها في أيها يختبئ ميلا وروكي؟ لا أعلم، لكن عليهما أن يكونا هنا في مكان ما. أشعر بالملل الشديد. ها؟ ما هذا الشيء على أي حال؟ أولا، يحلقان بسرعة كبيرة. وحدها كيميلو تحلق بهذه السرعة. فلوتو، شكرا على المساعدة، لكن علينا النزول الآن. يجب أن نجد كيميلو. شكراً على التوصيل فلوتو، حان وقت العودة إلى حقيبتي. حسناً، هذا آخر مكان رأينا فيه كيميلو عندما كانت تبكي. مهلاً، انظري، بركما. لابد أنها دموع غيمة. بارتلبي، لابد أن كيميلو ذهبت من هنا. هيا. يتوقف الأثر هنا. كيميلو! أين أنت؟ لا أعتقد أننا سنجدها، بحثنا في كل مكان. لا تبكي ترو، ستجدين حلاً كعادتك. حسناً، شكراً يا بي، لكنني لا أبكي. قطرة مطر؟ لابد أن كيميلو قريبة. أعلم، لكن أين؟
لابد أنها تقلصت كثيراً لدرجة لا نستطيع رؤيتها. ربما توجد طريقة نجدها بها. حان الوقت لأمنية الثانية. زب زب زو أختارك. استيقظ زومي. هيا تحققي يا أمنية. مرحبا زومي، هل تساعدنا في إيجاد كيميلو؟ إنها في مكان ما أعلى الشجرة. زم زم زومي. فلنمدد هذا إذن. ماذا ترين؟ ترين شيئا؟ لا شيء بعد، فقط الكثير من الأوراق. كيميلو، أنت ذا. شكرا زومي، لقد قمت بعملك. عد إلى الحقيبة رجاء. سعيدة أنك بخير، لكن رجاء لا تختبئي كيميلو، أحتاجك. أعرف أنني لم أطلب المساعدة فيما يخص القارب العائم، لكن أحياناً أظن أنه بإمكاني القيام بالأمور وحدي. هذه طبيعتي، لكنني مخطئة. أنا آسفة كيميلو، أحتاج مساعدتك دائماً. أجل، وأنا أيضاً، لقد افتقدتك. تعالي كيميلو. يكفي، لا يمكنني إنزال القارب العائم وإنقاذ ميلا وروكي من دونك. كبيرة يا كيميلو، وبسرعة. ما الخطة يا ترو؟ تبقى لدي أمنية واحدة، سكواشي. سكواشي؟ كيف سيساعد كيميلو؟ أعتقد أنه لدي فكرة، علينا فقط إيجاد بعض الماء. هل أنت جاهزة كيميلو؟ حان وقت آخر أمنية لي. زب زب زو سكواشي. تحقق يا أمنية. حسناً سكواشي، فلنطرطش الماء. أعذرك. مذهل، امتلأت بالماء سكواشي. سكواشي. حسناً سكواشي، الآن تعال إلى هنا حيث هي كيميلو. هكذا، بروية وهدوء. حسن سكواشي، أوصل. كيميلو، من الرائع عودتك إلى طبيعتك. عادت كما هي. شكراً على المساعدة سكواشي. زو زب زاب، الأماني في حقيبتي. ترو، باردني، انظرا إلي. هذا لا يبدو آمناً. هذا شيء مذهل. هيا كيميلو، ليس لدينا وقت نضيعه، فلننطلق يا كيميلو. مرحبا، أريد واحدة مثلها. لا تسيء فهمي، ما زلت أستمتع بوقتي كثيرا، لكن ذراعاي متعبتان. أريد أن أكون هكذا عندما أكبر. حسنا، ربما حان الوقت للتوقف. نحن قادمون ميلا. أسرع كيميلو، أسرع. مرحبا ميلا، مرحبا روكي، كيف الحال؟ رائع، لكن أعتقد أننا انتهينا من اللعب. بثبات كيميلو، ابقي معهما. ميلا، روكي، أريدكما أن تفلتا القارب. نفلت القارب؟ لا تقلقا، سنمسككما. جاهزان، ثلاثة، اثنان، واحد، الآن. أجل،
مزغبة بالفعل. شكرا لترو، كانت رحلة ممتعة للغاية. على رحبي وسعة، لكن ما كنت لأتمكن من ذلك من دون كيميلو. هاي شكرا كيميلو. فلنرحب بأفضل غيمة. أنا بخير. شكرا مجددا كيميلو. هيا روكي لنتدرب على رياضة باركور. شكرا كيميلو، كنت مذهلة. أحسنت كيميلو، يبدو أننا أنقذنا الموقف مجددا، عدا أن القارب العائم معطل. أيمكنك إصلاحه؟ يمكنني بمساعدة شخص مميز. مفك تدوير خط التوازن. شكرا كيميلو. بالدور رجاء، استمتعوا بالرحلة وأيديكم داخل قضبان البالون التالي. حسنا، أجل أعتذر، يجب عليكم أن تكونوا بهذا الطول على الأقل. حركة جيدة، فليصعد الجميع. كيف الوضع ترو؟ جاهز تقريبا، فقط علي القيام بأمر واحد. حسنا كيميلو، قومي بهذا. أحسنت صنعا كيميلو. حفل المبيت. استعدوا لكفوف الهلاك. أنت خصم قوي يا سيد وسادة، سوف نتقابل ثانية. من مستعد لمفاجأة لذيذة؟ فرسان قطط النينجا مستعدون دوما للمفاجآت. ها هي فلفل مفرقع لذيذ. هذه رابع وجبة أحبها بعد مقرمشات السمك المنتفخة مع الجبن اللاذع والقليل من مقرمشات السمك المنتفخة الخفيفة جدا. مهلا، الفلفل المفرقع لذيذ؟ موجود. كرات عصير زازوني؟ موجودة. منصات قابلة للثني؟ غير موجودة. شكرا للمساعدين الصغيرين. موجودة. أجل، كل شيء جاهز لحفل المبيت. حسنا، أعاود تناول الوجبات الخفيفة. أوه، منصات قابلة للثني، أشعر أنني أميرة. من يدري متى قد تأتي أميرة حقيقية. أنا هنا غريزيلدا. ما كان ليصبح حفلاً من دونك. أعرف. أين فروكي؟ فروكي كنز هنا. هل تريدين عصير زازوني مثلجاً؟ نعم رجاءً، لكن هل لديك منصات قابلة للثاني؟ هذا اهتمام رائع لترو. مرحبا يا حضور الحافل. كل شيء جيد للآن، كل شيء يسير حسب الترتيبات. ننتظر الآن وصول ملك قوس قزح فحسب. لابد أن هذا هو. مرحبا يا ملك قوس قزح. ها؟ جلالتك. أنا لكن مساء خزامي جميل لك يا ترو وبارتلبي. أنا متحمس جداً لحفل مبيتكما، فقط كنت أتأكد من أنني لم أنسى أي شيء مهم مثل بطانيتي أو وسادتي أو... إذا أردت فرشاة أسنان فلدي. ها هي فرشاة تنظيف ذيلي، كنت أبحث عنها، مفعولها عجيب. ووجدت علكتي قابلة للمضغ. تريدين؟ لا شكراً. لا، ليست فرشاة الأسنان، لدي واحدة. ما هو يا ترى؟ لا تقلق جلالتك، لدينا كل ما قد تحتاج إليه. يا للعجب ترو، استعدادك المسبق هذا إلى الترتيب يعد تجسيداً للمثالية. كما قال بالضبط. شكراً أيها الملك، تفضل رجاءً. ملك قوس قزح، تسعدني رؤيتك. حسناً، اكتمل العدد. الجميع هنا؟ موجودون. التالي
وقت الحفلة. في الحفل فطائر محلات بتوت النمل اللذيذة على الفطور صباحاً. حسناً، لنستعد لدخول الفراش. يا للظلم الأزرق، تذكرت لتوي ما نسيت تذكره. مومو خاصتي، آخذ مومو دائما معي عند النوم. مومو، هذا ليس على قائمتي، هل يمكنك النوم من دونه؟ حسناً، لقد ساعدني على النوم كل ليلة طوال 300 أو 400 مليون عام الفائتة، لكن سأكون بخير. سأعد المساعدين الصغار حتى يغلبني النعاس. 1 2 3 4 5 6 7 8 6 ملايين و404 6 ملايين و406 6 ملايين. مهلا، لقد فوت واحدا. سأبدأ من جديد. 1 2. أيها الملك، هل تريد مني إحضار مومو لك؟ لا توجد مشكلة. بكل ما هو أخطر، لا، سيكون علينا الذهاب إلى الدفيئة الملكية لإحضار مومو. هذه مسافة طويلة جدا. لا تقلقي يا ترو، سأنام قريبا. حسنا، إن احتجت إلى شيء أطلب فحسب. ليلة سعيدة أيها الملك. ليلة سعيدة ترو. يا للإزعاج الأزرق، لا يجب أن أبقي الجميع مستيقظين. لا أحب استخدام تعاويذ النوم حقا، لكنني لا أتذكر السبب. ربما هذه المرة فقط. يا درجات الأزرق النجمية، ساعديني على النوم. أشعر بالنعاس فعلا. يا له من مطر صيفي جميل، منعش فعلا. بوتلبي، تتحدث أثناء نومك ثانيتان. وأنت أيضا. فروكي، أنت تطير. ميو، ماذا؟ ترو، احذري. ما الذي يجري؟ فروكي كنز. فروكي، فروكي، هيا انزل. لا تخف أبدا فروكي، أنت الآن بأمان معي. أجل بأمان. أنا لم أرتب لهذا بالتأكيد. إنهم يحلقون نياما، مذهل. قرأت عن الأمر لكنني لم أتخيل أنني سأراه. علينا إنزالهم. لا، لا تلمسه، إن لمسته ستحلق نائماً أيضاً. أيمكن إيقاظهم؟ لا أظن. لا يمكننا تركهم يحلقون ويصطدمون بأشياء. نحتاج إلى حبل أو خيط أو شبكة صيد أو خيط أو منصة طويلة جداً أو خيط. أحسنتما أيها المساعدان. مهلاً، أين هو الملك؟ هناك، يخرج من النافذة.
ملكة قوس قزح، توقف يا جلالتك. استيقظ استيقظ استيقظ، علينا اللحاق به وإيقاظه. كيميولا، آسفة لإيقاظك، لكن علينا إنقاذ ملك قوس قزح. مهلا، نسيت تبديل ملابسي. هل علينا تبديل ملابسنا؟ لا، ابقوا بمناماتكم. ما زلنا سنقيم حفل مبيت، يجب أن أستعد للمغامرة. فكرة جيدة. هل أخذت ما غريزيلدا وفروكي إلى الداخل؟ شكرا أيها المساعدان. سكان المدينة كلهم يحلقون نياماً؟ مذهل! أجل، لكن زي، الجميع في مدينة قوس قزح سيحلقون نياماً خارج البلدة. نحتاج إلى مساعدة الأمان، وبسرعة. إلى شجرة الأمان رجاءً يا كيوميولا. زي، أين أنت؟ أحتاج مساعدتك. أترو؟ أنا خلفك. أجل، صحيح، آسفة. نحتاج إلى شيء براق لنجد ملك قوس قزح، وشيء آخر لإنزال المواطنين. شيء لزج. هذا لزج. لا شكراً. ونحتاج إلى شيء صاخب لإيقاظ الجميع. إن استيقظ فجأة، فربما سيسقط الجميع. صحيح، لم أفكر في ذلك. لذا، وساعد. لكن ما زال الجميع يحلقون، نحتاج شيئا لزجاً. لاصق، صامغ، لا، مثبت شعر. زي، نحتاج إلى أماني. أنت محقة، نحتاج إلى أماني. لنجلس ونفكر. حسناً ترو، كيف ستساعدك شجرة الأماني؟ حسناً، لا نعرف ماذا سيحدث إن أيقظنا ملك قوس قزح فجأة. قد يستيقظ المحلقون نياماً أيضاً، ثم يسقطون. لذا علينا إنزال الجميع بأمان أولاً. تفكير جيد ترو. عندما ينزل جميع المحلقين بأمان، سنوقظ الملك برفق، وحينها سيفك تعويذة. شجرة الأمان سمعتك ترو، والآن حان وقت الأمان الثلاث. أنا مستعدة. يا شجرة الأمان، يا شجرة الأمان، شاركيني أمانيك الرائعة رجاءً. شاركيني يا شجرة الأمنية، شاركيني بأمنيات جداً صغيرة. شاركيني رجاءً يا شجرة الأمنية، بالقوة السحرية معاً نصنع المعجزات. ترو، هذه الأماني مذهلة. أتوق لرؤية ما ستقوله الموسوعة عن قدراتهم. هذا هو سناجلي. سناجلي. سناجلي دثار أماني، يمكنه التمدد بما يكفي ليغفو عليه عدد كبير، وإن غنى تهويدة فسيكون بمثابة مغناطيس لأي شخص. ستكون رائعاً لتجميع الجميع والحفاظ عليهم سالمين وآمنين. الأمنية التالية ووغلو. ووغلو. ووغلو، أمنية إضاءة. هذا ما نحتاج إليه في ليلة مظلمة. والأمنية الأخيرة بوينغي الواثبة. بوينغي. بوينغي بارع في الوثب بنفسه. هذا شيء خاص بالقطط. أو يمكنك القفز عليه للوثب لارتفاعات عالية. لا أعرف كيف يمكن لأمنية وثب مساعدتنا، لكننا سنفكر في شيء. زو زب زاب، لتدخل الأماني حقيبتي. هيا بنا جميعا، علينا الذهاب لإنقاذ الملك. شكرا يا شجرة الأماني. واو واو، احذري
كيميلو، قد يكون رأيي، لكن عدد المحلقين نياما كبير. أوافقك، سيكون العثور على ملك قوس قزح في هذه الفوضى صعبا. لدي فكرة، اهبط بنا إلى المتنزه رجاء يا كيميلو. حان وقت أمنيتي الأولى. زب زب زو، أختارك. استيقظ يا سناغلي، تحقق يا أمنية. مستعد يا سناغلي؟ سناغلي. زي، قلت إن غناء تهويدا يجعل سناغلي بمثابة مغناطيس لأي شخص نائم، صحيح؟ هذا صحيح. لنبدأ الدندنة. هذا يفلح. انظرا، ها هو ملك قوس قزح. الملك جعل سناغلي ينام. سناغلي يفقد قدرته. مومو. ملك قوس قزح، علينا فعل شيء وإلا سيحلق بعيدا مع الجميع. لن يكون هذا جيدا. بالكاد أراه الآن. ها، من يتصل بي متأخرا؟ ملك قوس قزح. مومو، ربما ضغط فقاعة اتصال بالخطأ. استيقظ أيها الملك، استيقظ رجاءا. لا جدوى. ملك قوس قزح، ليت بوسعك إخبارنا ما الخط. مومو، أعطنا تلميحا فقط. مومو، عبارة من كلمتين، هذا يرشدنا فعلا. مومو، أجل مثل هذه. مومو، هذا هو خطبه. ملك قوس قزح يأخذ مومو معه عند وقت النوم، ولا يمكنه أن يهدأ من دونه، لهذا يحلقنا إيمان. تصرفنا بشكل خاطئ، بدلاً من إيقاظهم، علينا مساعدتهم لنوم هانئ. بالطبع، المزيد من النوم هو حل مشكلة نومنا. كنت أعرف هذا. علينا إحضار مومو لملك قوس قزح. كيميولو، هيا بارتلبي. ماذا؟ انطلق يا كيميولو إلى قلعة قوس قزح. حسناً، على مقياس الظلام، هذا مظلم جداً. كيف سنشق طريقنا؟ لا أملك قدرة رؤية القطط في الظلام. لطالما خيب ذلك رجائي بشدة. أتذكر أن أمي كانت... حان وقت أمنيتي الثانية. زب زب زو، أختارك. استيقظ يا ووبلو. تحقق يا أمنية. استيقظت ووبلو؟ قال ملك قوس قزح إن مومو موجود في الدفيئة الملكية من هنا. ها هي الدفيئة. قد يكون مومو نوعاً من النباتات. هناك الملايين منها هنا، كيف سنعرف أيها المطلوب؟ لحسن الحظ، كل نبات عليه اسمه بوضوح. حسناً، لنبحث عن نبات المومو. حسناً، نبات المومو، نبات المومو، ليس هذا أعني. ترو، انتظريني. ليس هذا ولا هذا ولا هذا. ربما ذاك نبات المعترش. لا، ليس هنا. أين هو؟ ياو. هاي، انظرا. هل هذا ملك قوس قزح؟ إنه يحلق بعيدا. علينا إيجاد مومو بسرعة. لكننا بحثنا في كل مكان ولم نجد شيئا. لا شيء سوى أصيص الزهور الأملاقي هذا. لابد من أن هذا هو. ترو، سلطي الضوء هنا. إنه نبات المومو. زهرة نبات المومو تشع بريقاً هادئاً ودندن رقيقة يساعدان على النوم. إذن أين الزهرة؟ هناك في الأعلى. فهمت الآن لماذا أعطتني شجرة الأمان بوينغي. هكا يا زي، هل تحمل ووغلو؟ حان وقت أمنيتي الثالثة. زيب زاب زو، أختارك. استيقظ يا بوينغي. تحقق يا أمنية. حسنا.
حسنا يا بوينجي لنثب. بوينجي مستعد لنثب لنثب لنثب. هيا بوينجي انطلق. اعلى يا ترو اعلى. انها بعيدة عن متناولي. كيف سنحصل عليها ترو؟ لدي فكرة بارتلبي، احتاج الى مساعدة النينجا. افهم الى ما ترمينا بهذا يا ترو. لنجرب هذا ثانية بوينجي. استعد تأهب. حسنا يا بارتلبي، وقت النينجا. اهلا انا قط. احسنت صنعا بارتلبي، انا فخور بنفسي. شكرا على المساعدة بوينجي. بوينجي وأنت أيضا يا ووغلو. زو زب زاب لتدخل الأمان حقيبتي. حسنا لنأخذ المومو إلى ملك قوس قزح. هيا يا كيميلو. ها هو. سيكون هذا صعبا. إن أمسك بي ملك قوس قزح وجعلني أحلق النائمة، فسيكون عليكما إنقاذ مملكة قوس قزح. بلا ضغوط. ملك قوس قزح، مع المومو خاصتك. مومو. مومو. ملك قوس قزح لا يحلق نائما، لابد أن المومو فك التعويذة. أوه، انظرا. الأمر يفلح. كل المحلقين نياما يحلقون عائدين إلى أسرتهم. نجحنا. نجحنا. شكرا سنوغلي، كنت نعم العون. دثر نفسك في الحقيبة ثانية. لنعود إلى المنزل، أشعر بالنعاس. النعاس، بدأنا لتونا، أنقذنا البلدة، لنحتفل. يا لها من ليلة. حفل المبيت لم يسر كما خططت له بالضبط. أجل، لكنك أنقذت المملكة يا ترو. أنت بطلتي. ولا تنسي، ما زال لدينا فطائر لنستمتع بها صباحا. أنت على حق، كان ذلك حفل مبيت جيدا في النهاية. ترو؟ ترو؟ استيقظي. ماذا؟ هاي، هذه رائحة فطائر محللة دينامل، أعددناها من أجلك خصيصا. شكرا على إنقاذ الجميع في مدينة قوس قزح. وشكرا لأنك تذكرت كم أحب المصات القابلة للفن. شكراً يا ترو على إحضار مومو. شكراً لكم جميعاً. هذا لذيذ جداً. بارتلبي جرب الفطائر. أفضل فطائر محلات قطبةً.